قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم واحد اسمه جون واللي بيكون قاعد لوحده في البيت لحد لما بتجيله مكالمة من بنته واللي بتسمع صوت غريب جدا عنده، بتعرفه ان هي سمع صوت سلسلة ماشية على الأرض، لكنه بيعرفها ان مفيش أي حاجة لحد لما بتحصل حاجة غريبة وبيعرفها ان هو لازم يقفل دلوقتي. وبعد شوية بيسمع صوت طفل عمال يعيط لحد لما بيعرف ان الصوت ده من اللعبة، وبيشوف ايد مقطوعة وبيظهر كيان قدامه بيحاول ان هو يهرب منه بأي طريقة ومش بيعرف، لحد لما بينتحر في الكابو بتاعه وبتخلص أول لقطة في الفيلم لحد هنا. وبعد شوية بنشوف بنته سارة بترجع تاني على البيت بعد لما عرفت ان ابوها بيكون مات، وبيدخل عليها واحد اسمه دان وبيعرفها ان هو خد المفاتيح من ابوها، ولما بيسألها عن الشغل بتاعه بتعرفه ان هو مش عارفة اي حاجة عنه، وبيقولها ان هو كان مصور مشهور جدا في الجريدة فبتسأله عن الكاميرات، فبيعرفها ان جون مقالهوش حاجة زي كده، وبالليل بتفضل قاعدة في البيت لوحدها وبتنزل على القبو عشان تفتكر ايامها وهي صغيرة. بعد شوية بتراجع كاميرات المراقبة وهنا بتلاحظ ان باب الأوضة بيتحرك لوحده لحد لما بتسمع صوت غريب فبتروح عليه، وبتسمع صوت طفل عمال يعيط، وبنعرف انه من نفس اللعبة اللي ابوها مات بسببها، وبتفتكر ان اللعبة دي بتاعتها وهي صغيرة. وتاني يوم بتروح سارة على واحد اسمه توني واللي بيكون شغال في الجريدة بتاعت ابوها، وبتسأله عن اي فرصة للشغل، وبيعرفها ان ابوها حكى عنها كتير وبيفضل يطلب منها شوية ورق، وللأسف الوظيفة بتكون عبارة عن 6 شهور لان اصلا الجريدة هتقفل قريب، وبيقول لها ان هو هيشغلها بس عشان خاطر ابوها. وفي الطريق بتقابل دان للمرة التانية وبتفضل تصور كل حاجة بالكاميرا بتاعت ابوها. وفي الوقت ده دان بيكون قاعد مع صاحبه مارك، وسارة بتسمع عن بنت اتحرقت في القرية، وبتسمع كمان عن سلسلة الشيطان لكنها مش فاهمة حاجة، وسارة بتفضل تقلب في الصور اللي معاها وبتشوف ان في حاجة غريبة في النار لحد لما بتحس ان في ايد مسكتها من رقبتها. وهنا مارك بيعرفها ان البيت ده فيه حاجة غريبة، وان ابوها كان بيقعد اوقات كتير لوحده، وان في حد قتله في المكان وبيروح عليها دان. بعد شوية سارة بتشوف كتاب جواه سلسلة غريبة لكنها مش بتهتم بيه، وبترجعه مرة تانية وبترجع للصلاة مع دان، وبتطلب منه ان هو يحكي لها عن البنت اللي ماتت محروقة، وبيعرفها ان القصة دي قديمة جدا وان في بنت كان اسمها سالي اللي بتصحى من النوم على صوت الكلاب، فبتروح على قبو عشان تعمل طقوس شيطانية، وان هي رسمت عين الشيطان وكانت بتعرف كل حاجة عن المستقبل. ولما عرفت ان في مجاعة هتيجي على القرية بتاعتهم حاولت ان هي تنبه الناس لحد لما حصلت فعلا وقتلت ناس كتير جدا بسبب الجوع، وسكان القرية حسوا ان هي واحدة دجالة وساحرة وقرروا ان هم يقطعوا عينيها، وفي الاخر حرقوها وهي عايشة لحد لما السلسلة بتاعتها. وطبعا واحد منهم خد القلادة عشان تفضل معاه، ومن ساعتها محدش يعرف هي فين، وبتحاول سارة ان هي تقرب من دان لكنه بيمشي. في الوقت ده بتكون متعصبة بتعرفه ان القلادة اللي شافتها هي عين الشيطان، وبتفضل تضرب فيها وبتطلع على الأوضة، وطبعا مش بتلاحظ الروح اللي بتكون وراها لحد لما بتروح على الحمام وبتقرر ان هي تنتحر، لكن الموبايل بيرن في اللحظة الأخيرة. تاني يوم بتحس ان هي تعبانة جدا وبتفضل ترجع لحد لما بتشوف شعر في بقها، وبتقابل دان وصاحبه، وده عشان يتصوروا اكتر عن المكان اللي اتحرقت فيه سالي. وفي الوقت ده بيظهر الكيان قدامها، فبتحاول ان هي تنتحر في الحمام لانها مش قادرة تعيش، وبيخبطوا عليها في اللحظة الأخيرة عشان تخرج. بعد شوية بترجع تاني على الجريدة، وسارة بتكون واقفة لوحدها وبتشوف روح سالي بتكون قدامها لكنها بتختفي مرة تانية لما بيوصل دان عليها. وفي الاخر بترجع سار مع دان على البيت بتاعه، وهنا بتقابل امه لاول مره وبتعرفها ان ابوها كان بيجي هنا كتير جدا، بيدخل على الاوضه وهنا بيشوف صور ليها مع امها دان لحد لما بتسمع صوت كلاب وبتفضل تدور على الصوت ومش بتاخد بالها من الايد المرعبه اللي بتكون قربت عليها من الارض. وبالليل دان بيسألها لو ينفع يبات معاها في البيت، فبتعرفه ان هي طبعا موافقة، وبيفضل يدور في الصور اللي صورها جون قبل ما يموت. هنا بيشوفه مصور لنفسه قدام الكاميرا اكتر من فيديو، وبيعرفه ان في واحدة هنا في كل حتة في البيت، وده عشان يثبت اللي بيحصل معاه من الكيان. وبيبدأ ان هو يصور كل ركن في البيت وبيسمع اصوات غريبة منهم صوت كلاب، وبيخلص الفيديو على كده. وفي مشهد تاني بنشوف جون بيكون زعلان جدا وقرب يتجنن، وبيعرفه ان الكيان حواليه في كل حتة ومش عارف ان هو يتحرر منه. وفي الحمام سارة بتشوف شعر غريب في البانيو لحد لما بتعرف ان هي راس واحدة مقتولة، وطبعا بتفضل تصرخ لحد لما بيروح دان عليها، بتعرفه ان في حاجة مرعبة في المية لكنه مش بيلاقي اي حاجة، وبتحاول ان هي تخبي السلسلة بتاعته بتاعت عين الشيطان من قدامه. وبعد شوية بتبدأ سارة ان هي تحكي عن قصتها وهي صغيرة، وبنعرف ان هي كانت دايما تنزل على القابو وبتشوف شخص مقنع جواه، وبالليل وهي نايمة بيبدأ شبح البنت ان هو يسحب الغطا من عليها لحد لما بتصحى من النوم وبتشوف الشبح بيكون جنبها، فبتفضل ان هي تصرخ.
وتاني يوم بتسأل سواق التاكسي لو كان يعرف قصة سالي، وبتسأل عن المكان اللي اتدفنت فيه، فبيعرفها ان الحتة دي خطر جدا عليها وما ينفعش ان هي تروح لوحدها. ولما بتروح على الشغل بتعرف ان المدير بيكون متعصب جدا لانهم ما عرفوش اي حاجة عن موت ابوها لحد دلوقتي، فبترجع على دم بسرعة. وبعد شوية بيروح على مارك عشان يساعدهم، وبتفضل تسأله عرف ازاي ان ابوها حد قتله، فبيقولها ان هو اصلا اللي خلص عليه وانه عمل كده لانه اداله عين الشيطان، وبيقرب عليها عشان يعرفها ان هو ممكن يوقف الروح اللي دايما بتظهر ليها، وان هي معاها سلسله الشيطان دلوقتي وتقدر ترجعها بكل سهوله، لحد لما بتشوف الناس حواليها بيكون شكلها مخيف، فبتروح على المكتب عشان تشيلها مره تانية. وهنا بتيجي واحده اسمها لارا عشان تتخانق معاها، وبتقول لها ان هي حامل من دان، وطبعا بتكون متضايقه فبتخرج من المكتب. بعد شويه بتسمع صوت طفل عمال يعيط، فبتحاول ان هي تروح عليه، وبتشوف اللعبه قدامها على الارض، والصوت طبعا بيكون طالع منها. وتحت بتشوف شبح سارة تاني قدامها، وبتخاف جدا وبتحاول ان هي تهرب بسرعة، لحد لما بتسمع صوت كلب بيهجم عليها وبتقع من اخر الدور عشان تموت. ولما بترجع تاني سارة على البيت بتعرف ان دان بيكون مستنيها، لحد لما بيهجم عليهم واحد مقنع، وبنعرف ان هو مارك اللي ربطهم في الكابو، بيبدأ يفرجهم على الفيديوهات بتاعت ابو سارة، واللي بيفضل يتكلم ويعرفها ان السلسلة لازم ترجع تاني على القبر بتاع سالي، وده في اسرع وقت ممكن، وان اللعنة ساعتها هتنتهي مع رجوع الكولادة، وان هو مش فاهم ليه مارك اداله السلسلة دي من الاول ولازم يرجعها تاني عشان يخلص الفيديو على كده. في الوقت ده سارة بتفتكر نفسها وهي صغيرة، وان هي شافت ابوها في القبو مع المقنع وهي بيعمل التقوس بتاعته. وهنا بتعرف ان المقنع ده كان مارك من الاول، وبيقول لها ان دان بيكون اخوها لكنه مش عاوز يقول لها الحقيقه، وبيفضل يسالها عن عين الشيطان. بتعرفه ان هي في الاوضه بتاعتها تحت السرير، فبيروح عشان يدور عليها، وبتطلب من دان ان هو يفك نفسه بسرعه، وده قبل ما يرجع تاني. وبعدها بتاخد الخريطه عشان تعرف فين قبر سالي، وبتطلب من دان ان هو يرجع تاني السلسله على القبر، وهي هتحاول تشغل مارك باي طريقه. هنا بيظهر شبح البنت مره تانيه، ودان بيروح على العربيه عشان يرجع السلسله بسرعه بعد لما كان بيهجم على صرف كل حتة. وبعدها بتشوف ابوها في الحمام وبيكون شكله مرعب وعينيه مش موجودة، وبيفضل يقول لها ان السلسلة لازم ترجع، وبيموت تاني قدامها. في الطريق دان بيبدأ ان هو يسمع صوت سارة وهي بتنده عليه، لكنه بيعرف ان ده كان وعاوز يشغله، وبيكمل تاني طريقه. لكن الكيان بيحاول ان هو يبعده عن السلسلة دي عن القبر بأي طريقة عشان تفضل اللعنة. وسارة بتبدأ ان هي تشوف ابوها في كل حتة، وبيقول لها ان الكيان قرب عليها، وبتشوفه طالع قدامها على السلم. وبنعرف ان الروح كانت عاوزة عيون سارة، لحد لما بتخلص اللعنة وبترجع تاني على الجريدة تاني يوم، والمدير بيعرفها ان الارباح زادت جدا بعد لما عرفوا القصة بتاعتها هي وابوها، وان الناس كلها بتتكلم عن القصة دي، وبيحاول انها يعرف منها مكان دان لكنها مش بتقوله اي حاجة، وبيخرج من البيت بعد شوية. وهنا سارة بترجع تاني العربية بتاعتها، وبنعرف ان هي مرجعتش السلسلة، ودان بيكون مات، وان الروح بتكون معاها للأبد عشان تكمل اللعنة. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب او اكشن اكتبهن تحت في الكومنتات. اشتراك لقناة موفيز نايت واللي هتلاقي عليها اقوى افلام الرعب والاكشن وكمان الخيال العلمي. واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.